مشاهدي جيم تحاسبوا، اهلا بكم مره اخرى في حلقه جديده من حلقات الحساب مع وزاره الصحه المغربيه ووزيرها خالد ايطال. ساعه الحساب مع شركه ماستر لاب وصلات بعد ما كنا تحاسبنا مع شركه جيجالاب. هادو بزوج شركات كانت رصات عليهم صفقات الوزاره في يامات الوباء، الوباء اللي جاء لغفله ودى معاه الملاير، منها زوج ديال المليار ديال الدرهم اللي تخصات لشراء المعدات والالات ولي تيست تحليلات ديال الوباء. زوج ديال المليار ديال الدرهم موضوع بحث اليوم من طرف محققي الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه. الحكومه وبسبب الوباء قامت بتسهيل اجراءات ابرام الصفقات العموميه من اجل تقليص ومجابهه الوباء بشكل سريع وفعال، وباش ما تكونش الاجراءات المعقده للصفقات العموميه سبب في التعطال والتاخر في شراء المعدات والادويه والتيست والاكسجين وغيرهم. لكن في نفس الوقت تسهيل المساطير ما خصوش يكون ذريعه للتلاعب بالمال العام. 333 مارشي موضوع البحث الان، 333 مارشي اليوم موضوع البحث، وقيمة مالية كبيرة وصلت لزوج ديال المليار ديال الدرهم، منها مليار ديال الدرهم خرجات من الصندوق الوطني لمحدة لتقليص آثار الوباء، و90 مليون درهم خرجات من جيب الوكالة المغربية للتعاون الدولي. شركات محطوطة نشآت سبحان الله العظيم مع الوباء، يلا حلت الباب حصلت على مارشيات بالملاير من وزارة الصحة. يعني سير دير شركة بعشرين ألف ريال وجيب معك الموديل الجي والقانون الأساسي وكاشي وحل الحساب في شي وكالة بنكية وتعالى عندنا، كاين ما يدار. مارشيات تعطات لشركات حديثة التأسيس، منها شركة في تمسنا مولاها ما فاتش 22 عام حصلت على مارشيات بالملاير. شركات أغلب رأس مالها رأس مالها ما كيتعداش 10000 درهم، يعني حل غير بلا كارت ناسيونال والسيلو ديال 30 ريال اللي قال يزابي القانون الاساسي تمن التنبر تعفى منه، وحتى بحال هاد الشركات حصلت على مارشيات بالملاير. شركات مع الاسف ما عمرها خدمات في قطاع الصحه، ولكن مع الوباء وحاله الاستعجال حتى هي حصلت على مارشيات بالملاير. ماستر لاب شركه استوردت للمغرب جوج ديال المليون تيست سيرولوجيك من نوع ابوت، جوج المليون تيست بقيمة مالية وصلت ل 212 مليون درهم. ولكن المفاجأة هو أن هاد لي تيست فاش دخلوا للمغرب كانت باقا لهم شهرين وتبريما. ماستر لاب جابت لنا الخردة، ماستر لاب جابت لنا الخردة وتاريخ انتهاء صلاحيتها قريب، وب 212 مليون درهم تخلصات بالعملة الصعبة السي خالد أي طالب. نفس لي تيست، نفس لي تيست شراهم لابوراتوار في فرنسا بلاص الثمن، ومن نفس المصنع ديال ابوت في ميريكان لابوراتوار في فرنسا شرا نفس لي تيست اللي شرا المغرب 99 درهم فاصلة خمسة، شراتهم فرنسا بلاص الثمن، ماشي فرنسا الدولة، لابوراتوار بريفي في فرنسا، يعني فرنسا شراتهم بلاص الثمن. ولكن حنا حيت الوزاره ديالنا سخيه وما كتحاسبش وكانت مخلوعه علينا بزاف وقالت الفلوس ماشي مشكل، ما كتهمش الفلوس، فلوس موجوده شري يا سيدي واخا قربوا تبريما وشري. عرفتي فاش كنشوفوا هاد العبات في التدبير كتقول واش هادو اللي كانوا كيوقعوا على هاد الاداءات كيفهموا في شي حكمه وكيفهموا في شي تدبير الازمات وفي شي ماليه عامه، ولا خاصهم يرجعوا يقراوا. نفس مديرية الأدوية والصيدلة اللي رخصات لهذا العجب يدخل المغرب وبقى ليه شهرين ويتبريما، سبق رخصات الجيجالاب يدخل شي عجب ما لايق والو، رخصات الليتيس ديال جيجالاب ومن يدخلوا وغرقات السوق الوطنية بهم منعوهم من بعد ما تفرجوا وبانوا أن هاد الليتيس ما لايقين للوالو. الدليل كاين عند جين تحاسبوا، سبق نشرناه لكم.
والحمد لله أن جمعية الإحيائيين ونقابة الصيادلات تحركات باش توقفوا هاد لي تيست. واخا سي كريم زهير مول جيجالا بقى كيبيع فيهم في فيسبوك وفي وسائل التواصل الاجتماعي بحال شي فراشة. مركز تحقن الدم سبق وعلن على صفقة كتهم 1,200,000 تيست ب 5.43 درهم الواحدة. هذا مركز تحقن الدم بالرباط. نفس لي تيست اعلن عليهم مركز تحقن الدم بالدار البيضاء ب 31 درهم فاصلة 19 سنتيم الوحدة. بين الدار البيضاء والرباط 90 كيلومتر، ولكن في صفقات وزارة الصحة بيناتهم الملاير. هذه بوحدها خاص يخرج الوزير اي طلب ويقول لنا اش واقع، يقول لنا كيفاش مركز تحقن الدم بالدار البيضاء كيعلن على صفقات كتهم نفس المنتوج غلا 5 مرات، وغلا 5 ديال المرات من نفس المنتوج اللي علنات عليه الصفقة ديالو مركز تحقن الدم بالرباط. سي خالد عيد طالب خصك تخرج تقول لنا اش واقع، واش الرباط ارخص من الدار البيضاء، ولا الدار البيضاء عندهم لي تيست كيغلاو في الطريق، ولا شنو اللي واقع سي خالد عيد طالب؟ هذه صفقات واضحة، ما عندكم ما تخبيو، الصفقات عندنا ولي زابيل دوفر عندنا والإعلان ديالهم عندنا، ما يمكنش تخبيو الشمس بالغربال، حتى من الغربال عندكم متقوب. مصر لاب كانت شرات لينا الله يجزيها بخير لي تيست من أبوط الأمريكية ب 99 درهم فاصلة 5 للتيست الواحد، نفس التيست باعته أبوط الأمريكية المختبر الفرنسي خاص بخيفي بنفس الثمن، مع العلم أن الطلبية اللي دار المغرب 100 مرة أكبر من ناحية العدد المطلوب. معروف في السوق وفي البيع والشراء، معروف كلما تزاد عدد الوحدات المطلوبة كينقص الثمن، ماشي اللي شرى 10 بحال اللي شرى مليون. ماستر لب جابته لينا ب 99 درهم ونص وغلى ب 50%، واخا الكمية اللي شرى المغرب أكبر بكثير من الكمية اللي شرى مختبر خاص في فرنسا. الفاتورة وصلت ل 211 مليون و 800,000 درهم، 212 مليون ديال الدرهم، 22 مليار سنتيم قل شوي اللي ما كيعرفوش يحسبوا بالدرهم. المختبر الفرنسي أليانس أنا بيو بيتا تقام عليه نفس التيست ب 5 أورو. دابا أنت سي خالد أي طالب، واش أنت هو الوزير؟ أنت هو وزير الصحة الأمر بالصرف في وزارة الصحة، ملي كتشوف لو ميم تيست شراتو شرا مختبر فرنسا شاري شي 10,400 تيست فرنسا، المغرب شاري 2 مليون تيست 99 درهم، مختبر فرنسا سميتو أليانس أنا بيو بيتو شاري غا 10,400 تيست ب 50 درهم مغربية 5 الأورو. واش كيفاش كتخليو هادشي يدوز؟ يعني ما فهمتش، المختبر الفرنسي دار لو كوموند 10,400 تيست فقط، والمغرب دار لا كوموند عن طريق ماستر لاب مليون تيست وتقامت علينا غلا وباكثر من نص. وخرج السي رحيل، بغينا السي رحيل يخرج يشرح لنا هذا الفيلم، بغينا السي رحيل يخرج كيف ما كذب بوشيطه الدم اللي فيهم السيدة اللي ما غاديش نساوهم، يخرج يكذب هذا الفيلم ديال ماستر لاب تاعو. الفيدرالية المغربية للصناعات الصحية خرجت كتطلب توضيحات بخصوص المعايير المعتمدة في هذا لي تيست من طرف وزارة الصحة. مديرية الأدوية أو الصيدلة تهموها شركات والمنافسين العاملين في القطاع الصحي بأنها كتفصل صفقات على المقاس، وهذا الشيء كينافي القوانين المغربية ومبدأ المنافسة وقوانين الصفقات العمومية. المتتبعين السي خالد أي طالب، المتتبعين السي عزيز أخنوش بصفتك أنت رئيس الحكومة المغربية، المتتبعين الشأن الصحي والمراقبين شافوا في ماستر لاب أنها شرات لي تيست بثمن غلا من ثمنهم، وعندهم الحق لأن الفاتورة اللي بين يدينا ديال المختبر الفرنسي كتبين وكتأكد أن هذه الصفقة غالية وبزاف السي أي طالب. الحلقة المقبلة نكملوا الحساب مع السي أي طالب والسي بن المدني المدير السابق للتخطيط والموارد المالية لوزارة الصحة، ولالا بشرى مداح مديرة مديرية الأدوية والصيدلة. غادي نكملوا الحساب مع ماستر لاب وجيغالاب وعلاش بالضبط تم شراء
معدات وآلات أبوت الأمريكية الخاصة بالدم والهيماتولوجي والكونسومار اللي غادي يبقى يتسع غير ديال أبوت. احتكار الصفقات العمومية ممنوع ومن غير أنه كيمس بالمبدأ ديال المنافسة. ردوا البال، رد البال سي أخنوش، أن هذه الصفقات كتمس بالأمن الصحي والقومي للمغاربة. غدا دير فينا أبوط وماستر لاب اللي بغات، لا قدر الله جا شي وباء، جات شي كارثة صحية، منين دورو نقلبو غادي نلقاو أننا خسرنا الملاير على معدات وآلات ما كتخدم إلا بالكونسومابل أو لي تيست والوسائل ديال أبوط. هذا احتكار خطير من شأنو نحط رواح المغاربة بين يدين جهة وحدة. ديك الساعات رواحنا مقبوضين، يا نخلصو أبوط وماستر لاب باش بغاو، يا نشريو كفن ونفرقو على المغاربة ونتسناو الموت. أرواح المغاربة ماشي لعبة سي خالد أيطال، ماشي صفقة وماشي مارشي. وباش يتجهوا الصفقات وضعية احتكار من طرف مختبر واحد عنده معدات كتخدم غير بماركة وحدة، خاص يخلي مصالح حماية التراب الوطني لا دي اس تي أو لا دي جي اس تي ومديرية الدراسات والمستندات لا تجيب وغيرها من الأجهزة الاستخباراتية المغربية تنوض تبحث في هذا الملف. تبحث مزيان حيث القضية ما فيهاش غير المال العام اللي كتبحث فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. القضية فيها الأمن القومي ديال المغاربة، فيه اللويان ديال الدرع. بحال إلا شريتي شي ماتريال واحد للجيش غدا أو بعد غدا خصك قطع الغيار باش يخدم، ما بغاوش يبيعو لك، غادي تلقى راسك حاصل حاط الكلاطة وكتفرج فيها. يبيعوا لك القطع باش بغاو، ما بغاوش يبيعوهم لك بقى تفرج في الكلاطه اللي عندك. نفس القضيه، الصحه بحال بحال الجيش وبحال بحال الامن القومي للمغرب، والتعامل مع قضاياها امر سيادي. السي اي طالب وياكم وياكم تخليوها في يد وحده. الصراحه وزاره الصحه في هذا الوقت وفي هذا الزمان اللي كثرت فيه الاوبئه خاصها ترجع وزاره سياديه، ترجع وكالة كاع يترأسها جلالة الملك وبشكل مباشر بحالها بحال القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية. فهاد الوقت اللي صبحت فيه الأوبئة أو الفيروسات تقدر تكون سلاح فتاك في يد العدو. فهاد الوقت اللي ما يمكنش يثقوا المغاربة غير في جلالة الملك، لأنه الوحيد الوحيد اللي سار على أمن وصحة المغاربة وضامن استقرار البلاد والعباد. الماء الآن أصبح أمر سيادي والحمد لله بفضل استراتيجيات جلالة الملك وتوجيهاته وبفضل عمل اللجنة المحدثة لهذا الغرض. المغرب غادي يتخطى موجة الجفاف وندرة المياه. الصحة أيضا سي خالد أي طالب أصبحت أمر سيادي، وهذا الشيء ما فيش ضحك وما فيش لعب. واسمع مزيان، ما خاصكش تخلي شي واحد يلوي لينا درعنا نهار نحتاجو باش نخدمو الماكن والآلات ديال ليماتولوجي وديال لي تيست، خاص ضروري نشريو من عند أبوط وعن طريق الشركة الحاصلة على لاكارت ديال البيع والتمثيل التجاري الحصري بالمغرب. مصر لا، علاش؟ علاش سي خالد أي طالب؟ حنا معدومين ولا ما عندناش منافسين ولا ما الصفقات كتفصل على المقاس ولا حنا مازال اميين ولا صحه المغاربه ما كتهمكمش ولا شنو هذا العجب هذا؟ شنو مشاهدي جي نتحاسبوا في الحلقات المقبله غادي نكملوا فيها الحساب مع السي خالد اي طالب اللي باقي ما خدا حتى قرار في مديره مركز الصحه قدام بالدار البيضاء مولات البوشيطات اللي فيهم السيده اللي خرجوا نتحداوكم اللي كيقولوا حنا غادي نتقدموا بدعوه ضد جي نتحاسبوا تفضلوا تقدموا بها باش نجيبو لكم تفاصيلكم ونجيبو لكم الجديد والقديم. اجي نتحاسبو عندو كلش قديم، واللي كيتحاسب حساس بقديم. والله ما كدوز علينا الدكاكه فاجي نتحاسبو، عندنا الدليل وعندنا القواعد وعندنا الحجوج الدامغه باش غدا ولا بعد غدا جبتونا للمحكمه تلقاو حجوجنا قويه. مشاهدينا دعوا معنا لان في الحلقات المقبله غادي نكبروا شويه الحساب وغندوزوا للباترونات والشبكات الهجره السريه في سيدي رحال.
في الحلقات المقبلة غادي ندوزو نتحاسبو مع شبكات البوفة والكوكايين في درب السلطان والتركة اللي الحكم ديالو غبر عام ونص ما وصلش للسلاف. الحلقة المقبلة التفاصيل المملة. إلى اللقاء.